سليم عساف محافظ الألقاب، بدي أقول لك برافو. البرافو طالع من قلبي فعلا، لأنه أنا مثل ما بيقولوا كنت اللي من الناس اللي كانوا عم بيشجعوك ونقول لك يلا يا سليم إلى الغناء يا سليم، عندك شيء حلو، عندك إن شاء الله قبول من الناس. ومن أول كليب حسينا فعلا هذا الشيء، وكليب جر كليب، ونحن اليوم عم نقدم الكليب الخامس. رقم خمسة حلو، خمسة بعيون الحساد والأعداء واللي ما بريدوا الخير لا سليم ولا إلي ولا أي حدا بالدنيا بحب يعمل حلو، والحساد ما بحبوا يعملوا له شيء. خلينا نرحب فيه لسليم، لأنه نحن اليوم بلقاء خاص معه لكليب انطلق عبر التشانل اليوتيوب الخاصة فيه، وأكيد حتشوفوه عبر كل الشاشات، وحتشوفوا تفاصيل عنه باللقاء معه ليخبرنا عن الكليب اللي أنا مثل ما شفت، وأكيد أنتم حتوافقوا رأيي أنه أجمل كليب. بنحكي ما عم بحكي صورة، عم بحكي شخصيا، هو بين ممثل، بين مهضوم، بين فراش بهيدا الكليب بأغنية آه يا بي. فينا نقول هالأغنية منعطف جديد لإله فراش ووجه سعد عليه. سليم عسالف مبروك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك عماد حبيبي، كلك ذوق على كل اللي قلته، وانبسطت انه حبيت الكليب. بعرف رايك بتقوله يمكن ما بعرف مع الكل، بس انت صديق يعني ودائما باخذ رايك لانه بتصيب الاشياء، وقليل ليكون مبني رايك الا على حكمه وعلى نظرتك حلوه. مثل ما هلا قلت اشياء بالكليب قلت لك انا مفكر فيها وقصدها، فكمشت دغري. ان شاء الله يحبوا الناس. هو مثل ما قلت فراش وهيك بيشبه شخصيتي بين الناس، يعني يمكن مش كل الناس بتعرفها هالشخصية، بس جربنا انه نكون على طبيعتي فعلا بالكليب وهيك صار. مثل ما كان وجهك خير على فنانين لما قدمت لهم كلمات ولحن، كمان وجهك خير على المخرجة، لانه من ورا هالكليب اسمها نار. ان شاء الله ان شاء الله. روبي مالك المخرجة اللي هي عملت، اشتغلنا مع بعض مش خايف اللي تصور بباريس وقتها، ونجح الكليب كتير. عدنا التجربة، هي عايشة برات لبنان يعني بأمريكا بس، وما بتشتغل كليبات كتير، بس شغلها حلو لأنه بتشتغل بعمق على الصورة، على الكاركتر الفنان. وأنا شوي لأني ما بعمل كتير ميوزك فيديوز، بحب يكون في تميز بكل شغله بتنعمل، والغنيه فريش وصيفيه وقريبه للقلب، حبينا ما يكون فيها كتير افكار تشغل راس الناس، تكون بس تقطع بطريقه حلوه وفي صوره حلوه ومرتبه. شو بساوي؟ وضعي صاير مأساوي، سيطرت علي وبطلت قادر على تداوي. شو بساوي؟ انا وضعي صاير مأساوي. شوي هيك هي ستينات سبعينات، يعني كانت الرؤية للعلاقات العاطفية غير اليوم طبعا. صورنا ببينه بعكار، الخلطة بين هالضيعة اللبنانية التيبكال يعني اللي بنشوفها، اللي بنحلم في الضيعة اللي بنحلم فيها، بنظرة عين روبي اللي هي لبنانية أمريكية، ولقينا في خلطة حلوة في هيك جو جديد رح يكون، وفعلا هيك صار. فان شاء الله الناس تشوف هيدا الشيء، الفرق عن الكليبات الثانية اللي شفنا بالكليب. كمان فعلا سليم برجع بأكد عليك انه اجمل كليباتك، شخصيا عم بحكي عليك، هذا الكليب مرتاح فريش عايشة كتير، صح الممثل اللي فيك اشياء كتير حلوة عم تعطيها بالكليب، كتير طاير كانت. يمكن عماد لأنه هي في خبرة بتكون في إشي بتخاف تطلعها منك بالأول، يمكن هلأ في نضج إذا بدك أكتر. هلأ قصة التمثيل أنا بجواتي بالآخر الفنان، يعني الفنان حاضر، الفنان جاهز، فخلص بهيك كليب بدك تعطي حقه، لأنه منه كليب أغنية جدية أو بدك تكون أنت، لا بدك تعطي حق هالفكرة. وصراحة كان ببالي أنه تكون عم تجسد الفكرة اللي بدي إياها روبي 100%، يعني ما كون مبين بس قاعد عم مثل، ما بدي أقول مثل في كليبات كتير حلوين، بس مش بس عم بعمل ليبسينج ومعي موديل، لا كانت القصة أدق من هيك شوي، بدأ فيس إكسبرشنز بدأ شغل على الكاركتر شوي، مش كتير يعني شيء بسيط. فهذا اللي صار. هذا أنت بالحياة هيك دخلك؟
صراحة إيه يعني مثل ما أنا عندي مهدو مش وهذا شيء مش شايفينه الناس بأغانية قبل يعني سائبت الكليبات اللي صورتها باستثناء شو حلوة هن كلهم لأغاني دراما شوي فما فيك بالدراما تكون غشيان ضحك كل الوقت بس إنه كنا عطبيعتنا إذا بدك والنهاية كلكم إلى السجن حتى القرد حتى هو كمان معنا دخل بالمشكل هيك حبت روبي يكون الختمة تبع الكليب وحبيتها صراحة استخدمت الفكرة ولازم خلص انت وروبي على طول ما نغير لانه على ما يبدو عم تاخدك لأجواء حلوة كتير وعم تقدر تحركك صراحة هي ممكن ترجع هلأ نحن عنا موعدنا بعد شي شهرين نصور إن شاء الله مليت اللي بحبها هي غنيتك المفضلة وعندها فكرة لقلها صراحة ما كنت ناوي صورها بس لما قالت الفكرة يعني فكرة عميقة بعمق الغنية فان شاء الله الكليب جاي كمان هيك ان شاء الله يحبوا هيدا ويحبوا الكليب جاي يا رب حلم البلاء انت المظلوم فيه انت وقلبي لقى انت ونحن لا بعد مبروك انت والنجمة نجمة العرب نانسي عجرم شو قصتك انت ونانسي وهالبنات اللي مولعين بهالغنية الحلوة ليك نانسي من زمان انا حابب يصير هيدا التعامل صراحة بصراحة حلم البنات من أول ما هيك لمعت فكرتها مبينة أنه أغني واصلة للناس لأنه إيقاعها حلو موضوعها حلو مسرحية كتير الأغني خارج مسرح كتير وننسي ما شاء الله يعني مقديتها بشكل حلو توزيع لباسم رزق كان كمان موفق جدا خلطة حلوة والحمد لله الناس عم بتحب كتير يعني ما كنت يعني متوقع أكيد أنه تعمل نتيجة بس مش متوقع هالسرعة وهالقد العالم تحبوا بعد الغنية مش مصورة كليب فشي حلو كتير وصلت صراحة يعني. انتظار كليب حلو حيطل فيه النجم مروان الشامي اللي كمان وجهك خير عليه كمان أغنية حلوة ايه أغنية حلوة وإن شاء الله يا رب هيك كمان صيفية وكمان تشبه مروان وكمان كمان شيء فيها شيء حلو كتير ايه إن شاء الله شو عندك تفاصيل عنها هي اسمها اسم الغنية اسم الغنية هللو شو عندك اشياء مخبية بعد حلوة في تحضيرات عم نحضر لكتير فنانين في بروجي حلو كتير كمان هلأ إن شاء الله قريبا بنحكي عنه بالتفاصيل مع شركة سوني كمان حلو في تحضيرات موسيقية هلأ كتير عيوني